قروان معناها المنطقة بالفعل فيها عديد المناطق المنكوبة لأن محاصرة، وثم الإجرام اللي وقع في حق مدينة القيروان في التهيئة وفي المعمار كان يفترض وأن الناس اللي تحملوا المسؤولية منذ البداية وأنه ما يعطيه رخص إلا ما تكون متناسقة مع البنايات القديمة، لكن شفت أنت الاعتداء منع على التاريخ القيروان، ولكن الحمد لله إن شاء الله بقدرة الله تم التهيئة بناء بالمشروع هذا وبعديد المشاريع الأخرى.